نكتشف بعض أسرار هذا الفاعل الذي نرى أمامه. عبد الحميد العمر حفظ القرآن الكريم كاملا منذ صغاره على يدي والده. الآن سنحاول أن نتوقف عند بعض أسرار هذا السر الأول، أن الشاعر حفظ القرآن الكريم على يدي والده حفظ الله له. وهذه أيضا من كانت من أسرار المغاربة، أنهم كانوا أول ما يتجهون إلى القرآن الكريم فيحفظون منه وتستقيم به ألسنتهم وتصحح المخارج وتصحح الصفات. ولكن لما هجرناه صرنا وكأننا عشب بين العرب، ولذلك علينا أن نعود إلى هذا المجمع الأصيل. وأنا حقي قويا أن أسأل عبد الحميد العمري ما الدور الذي كان للقرآن الكريم في نشأته شاعرا تحديدا؟ سلام. شكرا. هذا سؤال صعب أن تجد له جوابا، لأنه كان طبعا حينما كنا أطفالا كنا نحفظ القرآن، ربما يمكن أن نقول بأننا كنا نحفظه مرغمين ببداية هكذا أنت تستفيد منه لاحقا. وأعظم شيء نتعلمه من القرآن هو أن لسانك يستقيم بهذه اللغة، تستطيع أن تتحدث باللغة دون أن يظهر في لسانك أثر لهذه العجمة التي تحيط بنا في كل مكان. ثم الثراء اللغوي الذي يعطيه لك القرآن حينما تتأمله وحينما يكون في قلبك يكون ثروة هائلة تستطيع معها أن تنظم شعرا أو تكتب أو تتحدث دون أن يكون عندك مشكل مع هذه. ومع هذا كله أنا ما أزال أحس بأنني لم أجب عن السؤال الذي كان مطروحا، أنه أظن أن الأمسية كلها هي التي ستجيب عنه. إذا رأيت بأن أثر هذا القرآن ظاهر في الشعر في الكلام في كذا فقد فهذا عائد إلى هذا الذي تعلمناه، هذا الكلام العالي الذي تعلمناه حينما كنا صغارا، ثم هو راجع إلى والدنا الكريم نسأل الله عز وجل أن يحفظه. كان يرغبنا على أن نحفظ وكنا نتمرد، ولكن تعلمنا بعد ذلك أن ذلك الإرغام كان من أجلنا واستفدنا منه كثيرا. دعونا ننتقد الحبة الثانية والسر الثاني لحياة هذا الشاعر الذي يقف أمامنا. والسر طبعا الثاني دائما في الغالب يرتبط بالأسرة. قرأت في حوار شعري له في مع موقع صرصور كما أذكر، وهو حوار قديم مذ كان طالبا، وحين تعودون إليه تجدون كم كان كبيرا وهو طالب. يعني كان في الحقيقة، وأذكر أني كنت أنشر له شعره مذ كان تلميذا، لعله السنة الثانية ربما، كنت حين رئيس تحرير موقع إلكتروني، وكان هو يكتب لي شعره في هذا المكان في مثل أعماره، ويكتب شعر بهذا المستوى، وكنت أنشره له في موقع إلكتروني. بعد تعرفنا كان حين لم نعرفه بشكل مباشر، كان صديقا يرسل إلي أشعاره، ثم بعد ذلك جاءت الجامعة اللقية. كان الامتداد في العرب. قلت السر الثاني مرتبط بالأسرة، رأيت في سيرته أن أسرته أولا والده طبعا حامل لكتاب الله، وإخوته كانوا يذكرون له قيمة علمية نسبيا وإن كانت على بساطتها، ولكن فعلا هي بيئة علمية. نريد من عمر أن يحكي لنا عن هذا الجو الأدبي وإن كان بسيطا، ولكن نريد لأنه أيضا مفتاح المفاتيح شخصية عمر. تفضل. نعم.
تصنع العجائب، تصنع الشعراء، تصنع الادباء، تصنع المثقفين، تصنع الناس. وش يعني؟ ليش شايف تصنع المستقبل للانسان. ابي كما قال كان اماما، واخوتي ايضا كانوا ائمه، اغلبهم كانوا ائمه وكذا. واهم شيء هو المجتمع الذي كنت اعيش فيه، ليس الاسره فقط، ابتداء من الاسم. انا اهلي كانوا مهتمين بمجموعه من العلماء كانوا يحملون نفس الاسم. فكان العلامه المجاهد الجزائري عبد الحميد بن باديس، كان الخطيب المصري عبد الحميد كشك، وكان عندنا مقري مغربي عبد الحميد حسين. فسموني بهذا رجاء ان اكون مثل هؤلاء. طبعا لم تنجح الفكره، حاولوا لم تنجح، ولكن كان الناس في القريه من حولي كانوا يفهمون هذه الفكره. حتى حينما يرونني العب مع الاطفال يقولون لي انت لم تخلق لهذا، انت خلقت لكي تكون عالما. فلم العب، لم اصر عالما مع كل شيء. المهم هو ان هذا المجتمع الصغير يبعدك عن الاشياء التي يمكن ان تضيع مستقبلك، ويفرض عليك اشياء كثيره جدا. فانا منذ طفولتي فتحت عيني، انا فتحت اذني على شيء اخر، هو قصائد المدح النبويه، خصوصا قصيدة البوصيري. كنت أسمعها بشكل كبير جدا منذ أن كان عمري عامين تقريبا، لا أدري ما الذي جذبني إليها، كنت أستمتع بها كثيرا. فكان من الأشياء التي يمكن أن تريحني حينما أكون غاضبا أو كذا، هو أن أسمع هذه القصيدة بصوت أحد المجيدين كان ينشدها. حينما كبرت قليلا إخواني كانوا يحضرون لي قصصا ويحضرون مجلات وكذا، كنت أقرأ. والجانب الأهم هو أنني دائما حينما أقرأ شيئا أقول لماذا لا أفعل أنا أيضا مثل هذا. وكنت أقرأ المجلات، أحاول أن أصنع مجلة أنا أيضا، وأصنع مجلة، ولكن المشكلة التي كانت تعترضني أجد أن المجلة مثلا العربي الصغير أو براعم الإيمان أو ماجد أو كذا، كنت أجد العدد 150. أنا بدأت الآن، ماذا سأفعل؟ فكنت أبدأ أنا أيضا، ما في مشكلة، المهم هو أن تبدأ. وطبعا كانت عندهم أسماء كثيرة، أسماء الكتاب، كنت أغير من اسمي مرة يكون اسمي عبد الحميد، مرة يكون اسمي محمد، مرة يكون اسمي علي، فكنت كيف تكون الأسماء كثيرة في المجلة. فكانت محاولات هكذا. طبعا الآن أقرأ هذه الأشياء أضحك عليها، ولكن هذا الضحك هو الذي يصنع الناس إذا كنت صنعت شيئا حقيقة. على ذكر الرداء والمديح النبوي والشاعر العمري لمن يجيد هذا الفن، وقد كان أسلافنا وما زالوا يجيدون من تذكر جيران به السلم، مزجت دمعا جرى من مقلة البدن، أم هبت الريح من تلقاء ما كاظمة ما بين منسجم منه ومضطرب. أيضا ريم على القاع بين الأبان والعلم، أحل سلك دمي في الأشهر الحرم، لما رنا حدثت من نفس قائلة يا ويح جنبه للسهم المصير من علم الوالي غلام. علم الوالي هذا الشعر، علم الوالي هذا الشعر البديع، الشاعر العمري أيضا نريد منه أن يقرأ علينا، وحتى تكون القصيدة أو الأمسية شعرا حوارية متجهة، نريد منه أن يقرأ لنا قصيدته المدحية عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي القصيدة الثانية لما أقول عن توبة السلام.